مريض عبد الكريم لما وصل عندنا في مستشفى الريم في قسم التأهيل كان وضعه لسه يعني شبه حرجة، لأنه طالع من عمليات كثيرة في الظهر، في أسفل الظهر كان عنده انزلاق في الغضروف، اضطر يدخل تقريبا إلى 3 عمليات، وآخر عملية طلع منها تقريبا شبه مشلول. ابتدت القصة هي حالة ديسك مزمن، عملت فيها عمليتين خلال 20 سنة الفايتة، تعود الديسك انه يعود بعد كل فتره. فالعمليه الثالثه هذه كانت شويه صعبه، وكانت نتائجها تؤدي الى ان اقعد، يعني كانوا حتى الدكاتره بالمستشفى اللي عملت العمليه فيها متحذرين من عملها. الاخ عبد الكريم صراحه نوم عندنا في بدايه دخوله للمستشفى، كان بيعاني يعني عدم الحركة تماماً، لا يستطيع المشي ولا حتى الأشياء الضرورية العادية بالنسبة للإنسان العادي ما كان يقدر يعملها. He came to the Rim Hospital after the surgery due to multiple level lumbar disc protrusion, which caused him weakness and severe pain. لما وصل عندنا هنا كان ما بيقدر يتحرك، ما بيقدر يمشي، الإحساس عنده في الأقدام كانت شبه معدومة. كان الحمد لله عنده التحكم في المخارج كانت كويسة، بس كان معتمد على غيره تقريبا في كل الوظائف اليومية. الشلل صراحة هي التهابات في أسفل الجهاز العصبي، وأدى إلى ضغط على الأعصاب وعدم الحركة في الأطراف السفلى، مع آلام مبرحة صراحة بالليل والنهار، ما قادر يعني حتى يتحرك ولا يتكلم ولا. كان في احتمالية كبيرة إنه ما يتحسن من ناحية المشي والحركة والاعتماد على النفس، كان ممكن يصير مشلول جزئي لو ما صار ملحق بالبرنامج التأهيلي في البدايات في الوقت اللي هو جاء عندنا. طبعاً وصلنا المستشفى هنا في حالة صعبة، حالة نفسية صعبة من سابق ومن الحالة اللي بعد العملية، عدم حركة الرجل.